دلوقتي عند منطقة القوالب زي ما هم قالوا لي، دي الفورم اللي بيتحط فيها المفروض الشمع وبيطلع في الآخر بقى ايه الشكل اللي احنا عايزينه. فاحنا هنبتدي بقى مع سهام yes. ايوه تحكي لنا كده بقى ايه البداية بتكون عاملة ازاي. احنا مينلي النوع الكاندلز اللي احنا بنعمله وليه هو مختلف عن اي كاندلز ثانية موجودة في مصر، ان الكاندلز دي كارفت كاندلز. عشان اعمل كارفت كاندل او شمعة منحوتة لازم القالب بتاعي يكون شكله زي النجمة. فاحنا دي الفورم بتاعتنا اللي احنا شغالين بيها، يعني ده الاساس اللي هو موضوع النجم. كلهم بتختلف احجامهم واطوالهم والقطر بتاعهم والارتفاع بتاعهم، بس في الاخر الحاجه الكومن ما بينهم كلهم ان هم كلهم شكلهم زي النجوم. ليه؟ ما انا مش مفهوم. هنشوف بعد كده ليه. عشان احنا يعني بنستخدم، لو اصبر ماشي بالظبط، بنستخدم دولت علشان ننحت عليهم. لو هي حاجه يعني سموس ملهاش اي ايدج هيبقى صعب ان احنا ننحت عليها، او بننحت عليها بس بطرق ثانيه مختلفه. فهمت. بس ده الاصل عندنا. تمام. فدي الفورم بتاعتنا اللي احنا بنشتغل عليها عشان نطلع القوالب. طبعا اي شمعه اي حاجه اساسيه فيها هي الفتيل بتاعها، اللي هو الفتيل ده اللي هو بيتحرق وهو اللي بيطلع لنا في الاخر اللهب بتاع ده الاساس. بالظبط. ده الاساس بتاع الشمعه. فاحنا انا برضو شايفاكي يا سلوى ماسكه دول، شايف بتلعبي فيهم ولا بتلعبي بس دول بتوعك؟ بس بجهز، بس يعني قبل ما هي بتجهز المولد بتاعها بيبقى احنا عندنا الخيط او الويك بتاعت اي شمعه عشان تنور لازم ويك. فاحنا الويكس بتاعتنا من اجود انواع الويكس، لان هي بتبقى بريدد مدفره، فده بيطول عمر الشمعه اكتر. بس يعني هي دي اللي بتتحكم في ان الشمعه يعني تعيش او بسرعه، وحاجات تانية برضو، بس انا قصدي ان ديت يعني هاي كواليتي فابريك للشمع بتاعنا. مش بنستخدم اللي هي المبرومه، لا بنستخدم اللي هي على شكل تفيره عشان تعيش. بالظبط كده. طيب يلا سهام، انا معاكي. احنا كده اول حاجه بنعملها بس بنحط الفتيل في نص الشمعه. تمام. ونتاكد ان هو في نص الشمعه. الا لو احنا عايزين نعمل شمعه فيها مثلا 3 فتيل. انت مطلعاها من الناحيه الثانيه؟ انا مطلعاها من الناحيه الثانيه. تمام. وبعدين بحطها على الترابيزه. بنعيش معاهم احنا يا جماعه ايه بقى كل التفاصيل كده. بعد كده احنا عندنا هنا اهو شمع سايح، بس الشمع ده شفاف ملوش اي لون ولا ليه اي حاجه خالص. شمع خام يعني، من غير اي الوان. شمع خام، هو يعني شمع سايح خام ما فيهوش لسه صبغات ولا اي الوان. انا شايفاه هو فعلا. بنحطها بقى جوه القالب. ده هو شبه الميه خالص لان هو سايح. في المرحله دي بقى احنا ممكن نستخدم احنا عندنا طبعا روايح كتير بنستخدمها. كنت لسه هسالك عن الموضوع ده، لانه يعني اكتر حاجه بتشدنا في موضوع الشمع ريحته. يعني حتى الشكل ده احنا نتابع معاك اهو يا جماعه. بس هو ده شكل القالب بعد لما بينشف بعد الاربع ساعات ما بيخلصوا. ده البدايه يعني. هو ده البدايه، وده طبعا شكل النجمه. اعتقد ان هي واضحه ان هي نجمه سداسيه. وفي طبعا نجمه 8 على حسب الشكل اللي انا هعمله. في كور يعني هنشوف برضو الاشكال بتاعتنا المختلفه دلوقتي من المولدز اللي احنا ممكن نحفر عليها. بس انا عايزه امسكها كده العب برضو كده زي طبعا هي ريحه ليلي، ف بتبان اكتر مع البيرنينج. يعني ما بتدي تنوري الشمعه وتتحرق يطلع بقى الريحه تبان اكتر. هي بس هي ريحتها باينه دلوقتي. حلو، ملمس كمان ظريف قوي الموضوع يعني. دلوقتي بدأوا مرحلة ان هم بيلونوا. يعني انتوا شايفين هنا المكان اللي احنا فيه ده فيه كل الالوان المبهجة بالنسبة لي الحلوة اللي انا بحبها. هم بقوا ينزلوا يطلعوا ينزلوا، فزي ما انتوا شايفين كده. بس سهام وانت شغالة بقى عايزاكي تحكي لي، هل انتوا بتشتغلوا على اشكال معينة مثلا عشان تعملوا ليكوا لاين مثلا زي ما بنشوف، ولا بتشتغلوا على حسب ما الكلاينت عايز شكل معين؟ الاثنين. في كلاينتس بيطلبوا بيبقى همهم اكتر اللون عن الشكل، وفي كلاينتس بيبقى بيفرق معاهم الشكل. ساعتها احنا بيخليهم احنا عندنا كاتالوج بتاعنا اللي احنا شغالين منه، في كاتس مختلفه او في مودلز مختلفه. ممكن هو يتفرج وينقي اللي هو عايزه، واللي يطلبه هو اللي نعمله له. في حد يعني عايز حاجه سيمبل، في حد عايز حاجه مليانه كارفينج كتير، في حد بيحب يحط مثلا بيرلز او ديكوريشنز على الكاندلز. بقولك فين، في الابيض ولا في الابيض؟ ابوظها لها.
جربي. اجرب يا جماعه كده ايه، استغل فرصه ان هي رجعت ورا. مره واحده؟ اه مره واحده، وبعدين في الميه. طب ايه بس عادي؟ يس الميه بقى يجي مني؟ يجي منك. مره واحده؟ اه مره واحده. استسلمي. عشان لما تخلص تعرفوا يا جماعه ان دي بتاعتي. ها بس. انا اللي عاملاها، عمال ايديا الليفنج اللي هم طالب ليها الشمع. فلما الديزاين بيبقى كومبليكيتد او ترتيب الالوان كومبليكيتد، احنا بنكتبه في ورقه واحنا بنشتغل عشان دايما يبقى ليا ريفرنس اقدر ارجع له. فدوت على حسب الفراغ اللي هيتحط فيه الشمع، فالفراغ فيه ازرق. انا المعادلات دي كلها عباره عن ايه؟ بسيطه والله، هي مش معادله او حاجه، هي بس مجرد ترتيب الالوان مع بعض. طبعا انت شايفه هنا معانا 10 الوان بس، لكن هما ممكن يبقوا اكتر. ده كده الاوردر مثلا صح؟ ده كده تجهيز ترتيبه الالوان بتاعتنا عشان تطلع بطريقه معينه. ليه؟ لان احنا عندنا 10 الوان بس، لكن هما ممكن يبقى في اكستنشن ليهم، لان زي يعني بيزكس الالوان اللي انت بتقدري تحطي لون ابيض على اي لون فبيفتح، اسود على اي لون فبيغمق. يعني هنقدر نعمل من باليت الالوان ديت الوان اكتر منها، فبيبقى فيه تخليطه وترتيب معين للالوان عشان يطلع بدرجه اللون اللي العميل طالبها. اه يعني الكتالوج ده اللي معمول هنا، المنيو دي هي في النهايه اللي بتطلع الوانات كتيره زي كده. يعني هتلاقي كذا درجه من الازرق، مش درجه واحده، على الرغم ان احنا عندنا لون ازرق واحد دلوقتي، لكن بيطلع اكتر من درجه. ليه بقى؟ دوت نتيجه الترتيب اللي بيحصل قبل الشمع، قبل كارفنج الشمع. على حسب طول الشمع بتفرق طبعا، بتاخد مني وقت الكارفينج بيفرق. كل ما الشمعة بتكبر كل ما هي بتاخد وقت كارفينج اطول. كارفينج ده اللي هو النحت. النحت اه بالظبط كده. وطبعا كم التفاصيل اللي فيها، لو هي فيها تفاصيل قليله بتاخد وقت اقل، لو هي فيها تفاصيل اكتر وديكوريشنز اكتر بتاخد وقت اطول. هو انا ملاحظه انها بتكبر ولا انا متهيألي؟ اه ما هي طبعا بتكبر، لان احنا بنغمسها في الالوان فبتقعد حجمها يكبر. وانا هروح دلوقتي اعمل حاجه وارجع تاني. طب اتفضلي. مش هنعطلك والله يا سي. انت بتفضلي بقى تغيري في الوانها كده لحد ما تظبطي. ترتيب الالوان ده مهم جدا، لان يعني بعد كده لما نشوف المرحله اللي جايه الترتيب ده هيبان قوي بعد كده هو فرق في ايه. وايت بلس اوكي. الترتيب ده هيفرق، بتذاكر في النص بتذاكر. يعني الترتيب ده بيفرق، انا لما اقطع في الشمع يبان لي لون ايه واللون ايه قبل ايه. بس عملتي ايه بقى؟ قولي لنا. انا جيت قولي لنا عشان عارفين. لا انا عملت حاجه بسيطه كده بس، يعني ساعات تزبيت. ساعات بحتاج اظبط الشمعه في النص عشان بس تبقى اسهل معايا يعني. اه بس انا قربت خلاص اخلص. هي الشمعه دي في الاخر هتطلع لونها ابيض. وهنشوف شكلها هيطلع ازاي بقى في الاخر. طب خليكم بقى عايشين معانا كده، احنا نقعد نتفرج عليهم. سهام كمان بتزوقها بقى، انتوا بتجيلكوا الافكار منين؟ يعني شايفاكي حاطه قدامك اهو يعني خرز ولولي وحاجات حلوه كده. اه بالظبط. في بقى حاجات بتبقى بنزود ديكوريشنز كتير، منها موضوع اللولي. في حاجات كتير، في ديكوريشنز كتير بتتحط، في حاجات صغيره للاطفال زي تويز صغيره او لعب صغيره. في اللي هي الصدف او الشيلز. في حاجات خشب، في حاجات كتير قوي قوي ممكن نحطها. وفي حاجات طبعا بتيجي في دماغ العميل، وفي حاجات بقى بيطلب. اه في حد بيقول لي لا مثلا دي رايحه لحد مثلا ولد يعني او بتاع، فبلاش تحطي لي فيها بيرلز مثلا يعني كده. يعني على حسب. بتروحوا مثلا تعملوا فرح، عارفه الافراح دلوقتي بيبقى في شقق. اه تصدقي الريحه باينه هنا. بس ايه يا جماعه، تحسوا الواحد عايز ياكلها يعني. احلى حاجه بقى لما تلاقي اللي طالبها جه ياخدها، بيبقى مبسوط اول ما بيشوفهم. بتشوفي بقى النظره على وشه بتنبسطي اكتر، فرحه طبعا مفيش كلام. انت يعني حققتي له الحاجه اللي هو عايزها يعني، بيبقى مبسوط بيها طبعا. بجد في ناس مدمنه شمع، يحبوا جدا طبعاً. جدا طبعا اكيد. طيب ماشي.